فيديو النهارده يا جماعه هيكون عن طريقه تحميم القطط، طريقه سهله جدا يعني اول مره تجربه، طريقه سهله جدا، الطريقه دي خدتها من دكتوره بيلا وبعملها دلوقتي معاها بقالي تقريبا سنه. هنا يا جماعه الميه دافيه في الكرونه دي بتاعتها، هي دي مخصصه ليها هي، تمام. الميه هنا دافيه حسب الجو اللي احنا بنستحمى بيه، يعني مثلا لو مثلا في الصيف بستحمى ميه ساقعه يبقى هي زي في الشتاء زي برضه، تمام. هبدا ان انا طبعا اكون كده مهديها خالص واحطها كده في الميه. نجيب بقى من الشامبو اللي هو بتاع القطط، اللي هو هاخد منه دلوقتي اهو واحط كده على شعرها بالراحه. فهي دي بيكون فيها حاجات مش نظيفه الحته دي بالذات. اصبري يا بالله، اصبري اصبري ازاي بالراحة خالص بقى، عشان طبعا هي بتبقى خايفة جدا من المية، خصوصا لو المية ساقعة. حاضر خالص، ايه ايه مكان الشامبو بالراحة كده خالص، مش مكان فين. طبعا بالراحة جدا كده. طبعا يا جماعه كان نفسي اكمل لكم تصوير في الحمام لما كنت بحميها، بس هي وقعت الكاميرا. فالمهم دلوقتي حاجه بقى من الاثنين، يا اما ان احنا نعمل لها باستشوار، تمام، على البارد على اهدى حاجه، يا اما ان احنا بنجيب لها فوطه، طبعا فوطه مخصصه ليها هي، ونبدا ان احنا نشفها بيها كويس قوي علشان ما يجيلهاش برد. ده في الصيف، في الشتاء طبعا لازم استشوار، تمام. لكن في الصيف بيبقى الجو حر، فيعني ايه بعمل لها بالفوطه كده بس، وساعه ما تكون نشفت، تمام. هي طبعا دلوقتي عايز تجري، المهم عايز بقى اكمل معاكم. قبل ما احميها عملت لها ايه؟ عملت لها حطيت لها من الدواء ده، الدواء ده استنوا اقربلكوا الكاميرا اكتر. الدواء ده يا جماعه اللي هو بتاع البراغيث، هي طبعا دلوقتي بقت نظيفه بس انا برضه لازم احط لها منه، بحط منه قبل كل يعني قبل كل مره بحميها فيها بساعه، يعني بسيبه عليها ساعه او نص ساعه، ممكن نص ساعه كمان. العلبه دي كلها كانت ب 35 جنيه وحلو جدا، يعني لو في اي حاجه فيها بيموتها طبعا، ده مع التطعيم. ده قبل ما احميها بساعه. خلاص بعد ما بحميها تنشف شويه، بعدين ببدا ان انا اصلح لها شعرها بالفرشه دي، طبعا دي مهمه جدا. وبعدين بقى عشان احافظ على النظافه اللي انا نضفتها لها والريحه الحلوه، بحط لها الشامبو ده اللي هو الدراي شامبو. دي العلبه دي كلها دي تقعد معاها سنه او سنه ونص كمان. العلبه دي كلها كانت ب 25 جنيه او ب 35 جنيه حاجه زي كده، تمام. بس كده يبقى زي ما قلت لكم الاستشفاء مهم قوي، ان هو لو في الشتاء يبقى مهم، في الصيف لا مش لازم، ممكن فوطه عادي زي كده، اي فوطه اي قماشه عندكم زي كده، ونشف لها بيها شعرها كويس. بالنسبه بقى للفوطه اللي انا نشفتها بيها، اللي فوطتها هي، هوريكم هعمل فيها ايه. بالنسبه يا جماعه الفوطه اللي انا نشفتها بيها، طبعا فوطه خاصه بيها هي، يعني دي بتاعتها هي، مش بتغلي في الغساله خالص ولا مع اي هدوم، بحطها كده في الحوض، تمام، وابدا ان انا احط عليها ميه، تمام، وبحط مع الميه دي اي مسحوق بمعاه مطهر، يعني مثلا استرعيني اكتر، يعني مثلا اريال ومعاه كلور، ديتول مثلا ومعاه كلور، بحيث يطهر الفوطة نفسها. هنا ده اريال ومعاه كلور، اريال جيل، اي مسحوق عادي، تمام. وهبدأ ان انا انضفها واحطها في الشمس عشان تنشف، وعشان لو في حاجة تانية مثلا اي حشرات اي حاجة تنزل، مش في الغسالة خالص، هي اصلا بتبقى نظيفة بس عشان يعني ايه تعقيم. بس كده خلاص، عشان ما فيش شمس شويه لحد طبعا ما تنشف خالص. كده يا جماعه خلاص خلصنا، وبيلا دلوقتي نشفت بعد تقريبا 3 ساعات او ساعتين ونص. طبعا بقى بصوا عملت لها هو الدراي شامبو ده، بس هي مش بتحب ريحته عشان كده ما عرفتش اصور في الحته دي اللي هو ده، تمام. وبعدين عملتها بالفرشه بتاعتها اللي هي دي، شعرها كله بالشكل ده كده عشان لو في اي شعر زياده يطلع في الفرشه، وطبعا ايه ارمي. دي اتسالت عليها اكتر من مره وكانت ب 30 جنيه. ده شكلها، دي ده يعني ملهاش اي لازمه خالص، بس تعمل صوت وليها شكل كده، تعمل كده صوت كل ما تيجي تمشي.
اللي هو ده. تمام، هو بس كده بدأت نلبسها لها. علي بالله بالله بالله، بسيس هي كمان بتحبها، بس انا بوسع لها او بخليها. بص اوسع على ايه؟ على اوسع حاجة. فين؟ ثاني ثالث وريبل او كده، وبعدين بدخلها لها هنا كده في الشكل، في الحتة دي قصدي، وبعدين كده وتبقى بالشكل ده. وكده خلاص خلصنا النهاردة فيديو ازاي حميت بيلا.